تستأنف اليوم أيضا منافسات دور 16 لكأس إيطاليا بكرة القدم بلقاء وحيد يجمع نابولي مع أودينيزي. فعلى ملعب سان باولو يحل أودينيزي المجتهد ضيفا على نابولي صاحب الأرض منتشي بفوزه الأخير على تورينو السبت الماضي بالدوري، لكن مهمته لن تكون سهلة بعد أن فجر أودينيزي أبرز مفاجآت الأسبوع في الدوري الإيطالي بفوزه على إنتر ميلان صاحب المركز الثالث. وكان أودينيزي قد استهل مبارياته تحت قيادة مديره الفني الجديد ماسيمو أودو بالهزيمة على أرضه أمام نابولي بهدف مقابل لا شيء في أواخر شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لكنه حقق بعدها 3 انتصارات في الدوري، سجل خلالها 8 أهداف واهتزت شباكه مرة واحدة، كما تجاوز عقبة بيروجيا في الدور 32 في مسابقة الكأس.